اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، مكملين معاكم فقرات هذا الصباح اللي ممتد لحد الساعه 10 الصبح. دلوقتي هنناقش خطه اطلقها صندوق علاج ومكافحه الادمان والتعاطي التابع لوزاره التضامن الاجتماعي لمكافحه الادمان والتعاطي بالتعاون مع 11 وزاره. تم عرض هذه الخطه على مجلس الوزراء. هنتعرف على ملامح هذه الخطه واهميتها مع الاستاذ محمود صالح، عضو المكتب الفني بصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. استاذ محمود صباح الخير واهلا بيك. صباح الخير يا فندم. اولا عايزين نعرف تعريف صندوق مكافحه وعلاج الادمان للمدمن. من هو المدمن اللي بيستهدفه الصندوق؟ خلينا في الاول نعرف انه نشاط الصندوق لا يقتصر فقط على التعامل مع مريض الإدمان، ولكن نشاط الصندوق بيمتد لكل فئات المجتمع، في البداية لتوفير حماية حقيقية لفئات المجتمع المختلفة من الانخراط في مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، ثم يأتي بعد ذلك دور مهم جدا للصندوق في توفير خدمات علاج مجانية وبجودة عالية لمرضى الإدمان، ومن ثم إعادة تأهيل هؤلاء المرضى وتوفير فرص دمجهم في المجتمع. المريض اللي احنا بنتكلم عنه هو شخص ابتدى يحصل له اعتماد نفسي وجسدي أو نفسي أو جسدي على مادة من المواد المخدرة، أو أساء استخدام عقار طبي بشكل خاطئ أو غير مقصود بالضبط، وبالتالي حصل له اعتماد كبير على هذه المادة، أدت أنه بقى عنده زي ما احنا بنتكلم هذا الاعتماد النفسي ده أدى أنه بدأ يبقى فيه خلل في وظائفه الحياتية، في وظائف الحياتية هذا الشخص نتيجة اعتماده على هذه المادة، وبالتالي هذا الشخص في احتياج لتوفير مساعدة للخروج من هذه الأزمة، مساعدة سواء كان في توفير خدمات العلاج بشكل من خلال العيادات الخارجية أو من خلال الحجز داخل المستشفى. تمام. طيب الصندوق أطلق خطة من حوالي عدة محاور لمكافحة الإدمان بالتعاون مع حوالي 11 وزارة. ملامح هذه الخطة أو أهم ما تقوم عليها هذه الخطة؟ حقيقة أن الخطة القومية لمكافحة المخدرات تم إطلاقها في شهر مايو عام 2015، من سنة بالظبط. بالظبط من سنة بالظبط. والحقيقة أنه كانت خطة طموحة جدا في التعامل مع مشكلة المخدرات ووضع حد للتطور والتعقيد اللي بيحصل للمشكلة في المجتمع المصري. الحقيقة انه الحكومة رصدت ميزانية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة، ابتدينا ناخد خطوات فاعلة في تنفيذ محاور الخطة المختلفة اللي كانت بتركز بشكل كبير جدا على توفير برامج وقاية مختلفة ومتنوعة لكل فئات المجتمع، نحن نوصل لبيئة مدرسية مناهضة لمشكلة المخدرات، يكون عندنا مؤسسات شبابية ورياضية بتدعم ثقافة رافضة لتعاطي المخدرات، بنتكلم على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، بنتكلم على طرق تقل فيها ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر، بنتكلم على توفير فرص علاج لأكبر عدد ممكن من مرضى الإدمان على مستوى الجمهورية، بنتكلم على حملات إعلامية وتوعوية واضحة المعالم منتشرة في كل وسائل الإعلام بشكل مكثف. ده كانت أبرز المحاور اللي اشتغلت عليها الخطة القومية لمكافحة المخدرات اللي تم إطلاقها في عام 2015. حقيقة إنه كان في تناغم شديد جدا في العمل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة الممثلة في 11 وزارة، وكان بيقود عملية التنسيق الصندوق فيما يخص التعامل مع طبيعة المشكلة كلهم في تخصص كل وزارة. يعني الحقيقة كان في دور كبير جدا قمنا به مع وزارة التربية والتعليم، كنا موجودين هذا العام في أكثر من 1000 مدرسة، توصلنا في توعية أكثر من 40,000 طالب من خلال برامج تدريبية معتمدة دوليا بتشتغل على تنمية المهارات الحياتية وتدعيم ثقافة رفض المخدرات لدى النشء بشكل كبير جدا. طيب تفاعل الطلاب أو التلاميذ النشء مع هذه البرامج التدريبية كان عامل إزاي؟ وأيضا هل كانوا يعني أشخاص من الصندوق أم أشخاص يعني قام الصندوق بإحضارهم إلى المدارس وفي إطار الحملات اللي بيقوم بها؟ الحقيقة فيما يخص تفاعل الطلبة والطالبات مع نفس هذه النوعية من البرامج، كان في تفاعل كبير جدا لهذه النوعية من البرامج، بتعتمد بشكل كبير جدا على فكرة التعلم النشط، وهي مبنية في الأساس على تدعيم المهارات الحياتية لدى الطلبة بشكل كبير جدا، وبالتالي حجم التفاعل من خلال الطلبة والطالبات لهذه البرامج كان
كبير جدا، وكان في إثراء لهذه الأنشطة من خلال ابتكارهم لأنشطة فنية وثقافية تلحق عملية التدريب وتداعم فكرة التعامل مع ثقافة رفض المخدرات داخل المدرسة بشكل كبير جدا. أما فيما يخص الكيانات اللي بتقوم بتنفيذ البرامج التدريبية داخل المدارس، احنا بنعتمد في الأساس على وحدات تطوعية مكونة من مجموعة واسعة من الشباب والفتيات في كافة محافظات الجمهورية. احنا بنتكلم روابط التطوعية اللي بتعمل مع الصندوق يتخطى حاجز المتطوعين فيها 26,000 متطوع على مستوى الجمهورية. متطوعين بيتم تدريبهم وبناء قدراتهم بكفاءة عالية على تنفيذ هذه البرامج ورفع وعيهم بخطورة المشكلة وبالخطوات اللي بيتم اتخاذها للتعامل مع المشكلة بشكل كبير على كافة الأصعدة، ومن ثم بنستفيد بوجود هؤلاء الكوادر لتنفيذ هذه البرامج داخل المؤسسات التعليمية وداخل المؤسسات الشبابية. الميزة الأساسية في الاعتماد على الكوادر التطوعية أنها بتحقق لي أكثر من عنصر. أول عنصر منهم تمكين حقيقي للشباب والفتيات المنضمين لهذه الوحدات. النقطة الثانية أن احنا بنعتمد على أصحاب المشكلة الحقيقيين في تنفيذ أو في الخروج منها بطرق مبتكرة تليق بطبيعة ثقافة هذه المرحلة العمرية وآليات التعامل معها بشكل واضح. أيضا هل استعنتم يعني أشخاص كانوا مرضى بالإدمان وتم علاجهم ومن ثم انخرطوا ضمن فريق المتطوعين؟ مرضى الإدمان المتعافين بيتم التعامل معهم بشكل واضح في منظومة العلاج بشكل كبير جدا. حقيقة إنه دور المريض المتعافي في منظومة العلاج من الإدمان دور واضح، وبنحاول طول الوقت إن احنا نستثمره ونطوره بشكل جيد جدا. خلال الشهور الماضية تم تنفيذ أكثر من دورة لبناء قدرات المرضى المتعافين على آليات التعامل داخل فرق التنفيذ أو منح الدعم والتأهيل الاجتماعي والنفسي لمرضى الإدمان الجدد المنقذين. كمان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا نشتغل مع مرضى الإدمان المتعافين على إعادة دمجهم في المجتمع بشكل كبير جدا من خلال توفير برامج تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة لمرضى الإدمان المتعافين انه يقدروا يعملوا بيها نوع من انواع الاستقلال الاقتصادي، بدل من هو يبتدي ينخرط في أنشطة اقتصادية هو ويبقى جزء صغير منها تسبب له أي نوع من أنواع الإحباط وبالتالي ترجعه مرة ثانية لمشكلته المخدرة. تمام. حضرتك تحدثت عن تعاون بين الصندوق وبين وزارة التربية والتعليم، أيضا كنا بنسمع عن عمليات كشف عن سائقي أتوبيسات المدارس وسائقين على الطرق السريعة سواء سائقي النقل الثقيل وغيره. عايزين نعرف شكل هذا التعاون كان عامل ازاي وايه كان دور الصندوق في الكشف عن هؤلاء المدمنين. الحقيقة انه في لجنة بتشتغل على التعامل مع ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر. اللجنة دي مكونة من وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. هي اللجنة دي بتشتغل بشكل كبير جدا على الحد من تطور ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر على الطرق المصرية. قبل ما تبتدي اللجنة عملها كانت نسب القيادة تحت تأثير المخدر في الطرق المصرية تتجاوز حاجز 24%. حقيقة انه بعد تقريبا 6 أشهر من عمل اللجنة على الطرق المصرية احنا بنتكلم على انخفاض واضح في نسب القيادة تحت تأثير المخدر لنسب 18% و19%. انخفاض نتيجة للعلاج ولا نتيجة للحملات اللي الحقيقة انه التعامل مع ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر لا يتوقف فقط على توفير خدمات العلاج بشكل مجاني، كمان بيتحرك لنقطة مهمة جدا وهي نقطة الردع القانوني لكل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين على الطرق للخطر من خلال تعطيل المواد المخدرة أثناء القيادة. والحقيقة إنه حملات الكشف المستمرة اللي تخطى حاجز السائقين اللي تم الكشف عنهم ل 19,000 سائق على الطرق السريعة والداخلية خلال العام بدأ يدي ثمار قوية جدا على الطرق المصرية بأن في حالة من حالات الردع لظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر. على نفس الصعيد في حملات مكثفة بتم خلال العام الدراسي لسائقي حفلات المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
هذه الحملات طول الوقت بتبقى موجودة داخل كل محافظات الجمهورية بشكل مكثف. تم كشف خلال الفترة الماضية عن أكثر من 7000 سائق. نسبة التعاطي ما بين أو نسبة القيادة تحت تأثير المخدر بين سائقي حافلات المدارس تقريبا بنتكلم في 7.2%. وطول الوقت هذه الحملات بتسعى أنها تقلل هذه النسبة من خلال استمراريتها وتوسع أنشطتها خلال الفترة القادمة. حضرتك تحدثت عن تمويل للمتعافين حتى يستطيعوا القيام بعمل سواء مشروعات متناهية الصغر أو حتى صغيرة. شروط حصول المتعافى على هذه الأحجام أو هذه المبالغ المالية اللازمة للتمويل سواء مشروع صغير أو متناهي الصغر. الحقيقة